صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقه مجلس الوزراء